وفتحت البوابات على بركة الله لتنافس جاد وأفراس المستورد التي لم تربح بالميدان السعودي على مسافة 1600 متر وقيمة الجائزة 54,000 ريال. للتنافس على الشوط الخامس والصدارة لأبرك في صدارة هذا الشوط، وأول ظهور لأبرك بن جاينتس كوزواي في المركز الأول. أبرك مع عبد الله سليمان العظيب يأتي الأبرز في المرتبة الثانية الآن، والمركز الثالث لونعم في المركز الثالث، محاولات من ذرة للمركز الخامس، والصدارة الآن للأبرز في المركز الأول. ابن إجي دبلومات في المركز الأول بطول الآن، والمركز الأول للأبرز، والإتيان الآن للمركز الثاني من ذرة. ذرة في المركز الثاني يأتي من الخارج الآن، يتأخر أبرك للمركز الثالث، ونعم يأتي إلى المركز الرابع. ممشوق المرشح الأقوى لهذا الشوط يأتي في المرتبة الثالثة الآن، ممشوق للمرتبة الثالثة، ومحاولات من فريق ومتغرب، والأبرز في صدارة هذا الشوط، وذرى يتصدر الخيل الآن في المركز الأول. ذرى في المركز الأول، ممشوق يأتي من الخارج الآن، ممشوق يأتي للحاق بالمتصدر، ذرى في الصدارة والمركز الأول، والمحاولات تأتي بالمرشح ممشوق للصدارة. بن كوزيني في المركز الأول إلى بطول كامل للصدارة، والمركز الأول لممشوق لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز. ألف مبروك إذا ممشوق.